في الحلقة القادمة من الرعيل التلفزيوني الأول في قطر. استقطبت إدارة التلفزيون العديد من الكوادر الجديدة في التخصصات المختلفة، ومن بينها التخصصات الهندسية. كيف بدأ حسن الماس عمله في تلفزيون قطر؟ الشباب القدامى كانوا يحبوا العمل بشكل غير طبيعي، كنا أكثر من عائلة. تلفزيون قطر التلفزيون الوحيد اللي أصبح عنده مكتبة كبيرة أرشيفية للمسجد الأقصى، لدرجة إن الرشاشات كانت علينا ومصوبة ناحيتنا. يوم كنت تدخل استوديو الأخبار عندنا وأنت ماسك العصا طقطق علينا. يا اشتغلنا أبيض وأسود كويس وكتير وكل حاجة، وسمعتنا عليه كويسة. الرعيل التلفزيوني الأول في قطر، تشاهدونه الجمعة الساعة 8 مساء على قناة الريان.